السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة بعونه تعالى. أيها الأحبة، مع بداية العام الدراسي الجديد أصدر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي بيانا قال فيه: ليكن العام الدراسي الجديد عام التعليم، تستنفر فيه الدولة كل إمكاناتها وطاقتها في تهيئة الأبنية والمستلزمات الدراسية والمناهج التي تغرس القيم التربوية الأصيلة في نفوس أبنائنا، قيم المحبة والتعايش والتعاون وروح الانتماء إلى العراق التي جسدتها مدرسة العطاء الحسيني، فأصبح العراق بها قبلة العالم مدرسة، فليتحمل الجميع حكومة وقوى سياسية وشعبا مسؤوليتهم في حفظ أمانة التعليم وحمايته والدفع بأبنائنا للالتحاق بالمدارس ومعالجة ظاهرة التسرب وتوفير المناخ التعليمي الجاذب وإعادة الهيبة للعلم والمدرسة والنظام، وإلا فبغير ذلك نخسر أبناءنا وبلدنا ومستقبلنا. فما الجهل إلا ضياع وضعف ودمار، والتعليم رفعة وقوة وأمان. هذا أيها الأحبة محور حلقة التعليم وبداية العام الدراسي. تقبلوا مني التحية، أنا محييكم على فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما هي العادة نذهب لنقرأ أو نستمع سوية لمقطع من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان بعض مشاكل التعليم في العراق، الكاتبة نور عباس الأسدي. تعالوا معنا. بعض مشاكل التعليم في العراق، الكاتبة نور الأسدي. ما نشاهده اليوم في المدارس العراقية أنها تعاني من الإهمال، ويصل عدد الطلبة ما بين 40 إلى 50 طالبا في الصف الواحد، وهذا ما يتسبب في عدم تركيز الطالب وعدم استيعابه في فهم المنهج، لا سيما أيضا التأخر في تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية وترميم المدارس القديمة ووجود المدارس الطينية، ولا سيما في القرى والأرياف، والنقص في الكوادر التدريسية. كذلك ما يخص المناهج التعليمية والتربوية والرياضة والإرشاد وغيرها تكاد تكون معدومة. أيضا وجود المدارس الأهلية والتي يلجأ إليها الكثير من الأهالي حتى وإن كانت باهظة الثمن لتلبية احتياجات الطلاب والاهتمام بهم وإعطاء كل منهج حقه لفهم الطلبة واستيعابهم بشكل أفضل، وهذا ما تفتقر إليه المدارس الحكومية التي غابت عنها الرقابة. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة، انضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم كاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراوي. مرحبا بك. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد حسن الساعدي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ قاسم، كانت أكو فرصة كبيرة يعني مع عملية التغيير التي حصلت في العراق في العام 2003، كان أكو فرصة كبيرة لاستثمار الأجواء الجديدة والنظام الجديد من أجل إحداث يعني قفزة في مجال التعليم وتطويره. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي عملته الجامعات العراقية التي تتكفل مهمة بناء الجيل القيادي القادم؟ ما الذي عملته من أجل أن تصنع طلائع قادة جدد حقيقيين وفتح مراكز بحوث في هذا المجال؟ تحية لك ولتاريك الكرام ولزميلي الأخ الكاتب الصيد. وما سلمك. مرحبا. الحقيقة يعني بناء الإنسان يبدأ من المراحل الأولى، وهو نعم بالتأكيد بالتأكيد في المدرسة، بالتالي تحتضن المدارس هؤلاء الأطفال، تالي يمر مرحلة المتوسطة والإعدادية. لا، احنا ابتدينا بالجامعات حقيقة. نعم. الأمر لأمر يعني اللي هو
أنها المسؤولة عن صانعة الجيل القيادي القادم كوظائف نعم، وبالتالي هو يوصل يعني هذا الطالب اللي تلميذ يوصل طالب بعدين يتحول إلى الكلية، أكيد الكلية هي مصنع الرجال ومن اختصاصات العلمية معينة، وبالتالي هذه الاختصاصات تدخل في بناء المجتمع أي إن كانت إنسانية أو علمية أو ما شابه ذلك. يعني النظر إلى مسألة الجامعات بصورة عامة، نحتاج يعني المؤسسات، الوزارات، الجامعات، المشاريع لابد أن تستند على أسس صحيحة في البناء الإيجابي للنهوض بالواقع. نحتاج إلى إدارة صحيحة وتخطيط سليم، نحتاج إلى بنى تحتية سليمة، نحتاج إلى الأدوات الفاعلة التي تقود هذا المشروع باتجاه النجاح. الجامعات العراقية بصورة عامة مفترض يعني سابقا تسجل أرقام متقدمة على الجامعات العربية وحتى العالمية الحقيقة، وهذا حضراتكم متابعية وشايفية بالمسائل هذه، والطلاب من أشد من أكثر الطلاب ذكاء هم الطلاب العراقيين حتى في الاختبارات خارج العراق حينما يقدموا إلى جامعات أجنبية هم أذكياء ويحصلون على مراتب متقدمة. إذن هناك مسؤولية الحقيقة تقع على إدارة الجامعات إلى الذين يقومون بمتابعة الطلاب وفق صياغات علمية ومهنية بحيث يعدون هؤلاء الطلبة ليكونوا يعني أعضاء نافعين في المجتمع، وبالتالي يتحملون مسؤولية قيادة المجتمع إلى وضع أفضل وآخر. حقيقة تلكأت يعني غالبية الجامعات الحكومية في هذا الجانب، وطبعا بفعل أسباب كثيرة مثل ما تفضلت في المقدمة، المفترض 20 سنة بعد سقوط 19 المفروض نحن متقدمين خطوات إلى الأمام يعني وليست خطوات إلى الوراء. زين، هي أصل الجامعات هل يمكن أن نرى فيها عاملا مؤثرا في صناعة مستقبل العراق؟ طبعا لا نظريا على الأقل يعني هو نظريا طبعا حتى نسمع المسؤول يعني جميع الموجودين يعني حاليا اللي يقلدوا مناصب مدراء عامين مثلا او وزراء او مهندسين او مدراء يعني وكلاء وزراء هم اعتقد هم خريجين جامعات. اعتقد الجامعه يعني لها تاثير فاعل من خلال تسويق يعني الشخصيات الاكاديميه والمهنيه ومن خلال ايضا مراكز البحوث والدراسات، وهذا واضح جدا من خلال الدراسات العليا وايضا من خلال البحوث المحكمه التي يتم يعني قبولها في مراكز البحثيه العالميه بالنسبه للعراقيين وتنشر في المجلات العلميه. طبعا الجامعات الحقيقه تهيئ لهذا الوضع مفترض مثل ما تفضل مفترض نظريا، ولكن طبعا على الصعيد الواقعي اعتقد يعني اكو تلكؤ واضح هناك تراجع ليست جامعاتنا بالمستوى التي يؤهلها ان تكون في مقدمة الجامعات التي تنافس الجامعات العربية. يعني كثير من الجامعات تأسست في الدول العربية ولكنها سبقت للأسف جامعاتنا في المراتب في التقييم العالمي للجامعات. أستاذ محمد مرحبا بك أولا. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ. تعتقد أكو مجهود من قبل مؤسساتنا التعليمية والتربوية لحتى تضع بصمتها على بناء العراق حتى تقلل من أخطائه ومزالقه مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. طيب في البداية عانت المؤسسة التعليمية، خلينا نبدأ من عام 2003 ونصف. عانت كثيرا هذه المؤسسة التعليمية والتربوية كون دخلت عليها كثير من المداخل، دخل عليها السياسة، دخلت عليها نافذة الاستثمار، دخلت عليها الاجتهادات الشخصية للوزراء، دخلت عليها القوانين اللي هي آنية وغير تابعة أو غير خاضعة للدراسات. بالتالي مثل هذه القوانين تكون غير منطبقة مع الواقع. اليوم المؤسسة التعليمية لا نراها تعليمية، لم ترقى إلى أن تكون تعليمية، نرى المدارس متراجعة، نرى المؤسسات التعليمية متراجعة. أنا لا أريد أن أكون متشائما لكن هذا الواقع، نتحدث عن أرقام، نتحدث عن مؤسسات تعليمية، نتحدث عن مدارس. أعتقد أن الواقع التعليمي إذا أردنا نقارنه مع العالم فهو في الأخير، وهذا ما أدرجته الكثير من المؤسسات العالمية. باعتقادك من المسبب؟ المسبب قسم من عند الدولة والقسم من عند الآخر اللي هو الفرد. بالتالي المؤسسة التعليمية يعني يقع عليها عاتق ومسؤولية كبيرة في إنضاج المؤسسات التعليمية، توفير لها كل المؤسسات التعليمية. راح أجيب مثال، عندنا إحنا المؤسسات التعليمية في العالم لا تعتمد على التنظير، إحنا اليوم فقط نعتمد على من؟ على الكتاب هذا الجامد ونقدمه للطالب ونقول له تفضل اقرأ. حتى صار الأستاذ أو المدرس أو المعلم
صار ما يجتهد وما يتعب نفسه مع الطالب في سبيل أن يوضح ما موجود في الكتاب. الكتاب مادة جامعة لا توضيح تحتاج إلى بعد ذلك. أنا اللي أثارني في كلام جنابكم الكريم هو الفرد أيضا يتحمل جزء من المسؤولية. أنا ما جاي أفهم شلون الفرد يتحمل جزء من المسؤولية إذا كانت المؤسسة غير قادر على تحريكه وتحفيزه. طبعا المواطن أو الطالب العراقي بشتى المستويات هو يحتاج إلى أن يفعل نفسه. نعم. بالقراءة، بالاجتهاد، بالجد، يحتاج إلى بيئة، البيئة اللي هي تقومه وتساعده وتخليه ينتج أكثر وأكثر. الدولة أنتجت أو أظهرت للطالب العراقي محفزات أو محركات دافعة؟ لا هي ما أعطيته فقط انقطاع الكهرباء في الامتحانات. جيد. بالتالي هي لم تقدم له شيء سوى التجهيل. خلي نرجع على المقارنة بين العالم وبين العراق. طيب. العالم اليوم ما ينظر إلى قضية الكتاب المول، لا، يفتح هذا الكتاب. طيب. من خلال هذا الكتاب يوفر كل الوسائل الأخرى، وسائل التوضيحية، وسائل التعليمية، وسائل الطبيعة، يخرج هنا مدارس متهالكة أستاذ محمد. راح أجيب لك مثال. إحنا عندنا الشركة الصينية أنطوها اليوم المدارس للشركات الصينية، كلفة المدرسة طبيعية يعني هي المقاول يأخذها بالعراقي 800 مليون، تحولت من 800 مليون دينار عراقي إلى مليارين تنبني المدرسة. هذه بأي دولة تنبني؟ زين هذه الأرباح المليون، مليار ومئتين مليون وين يروحن؟ دخل عليها السياسة، دخل أي مفصل يدخل عليه السياسة يخرب تماما. السياسة لو منظومة الفساد تتفعل يعني. السياسة مهية، إحنا المشكلة السياسيين اليوم مثلاً عندنا المدارس الأهلية. لو هذا لأن ارتباط الفساد بالسياسة. بالسياسة. اليوم مثلاً المدارس الأهلية، المدارس الأهلية أغلبية المدارس. على سيرة المدارس الأهلية أتوجه السؤال للأستاذ قاسم الغراوي، المدارس الأهلية فرصة، تعتقد أنها فرصة للارتقاء بالتعليم؟ لو العكس خصوصاً إذا عرفنا أن هذا الانتشار الواسع للمدارس الأهلية. وأغلبها مملوك إما لساسة أو لكيانات سياسية بالإضافة إلى التجار هو طبعاً. بس قبل أجابك تعليق بسيط، الحقيقة فعلاً يعني أستاذ محمد يقول السياسة، وهذا ناتج من توزيع الحصص للوزارات الحقيقة. هاي مشكلة. هاي مشكلة. نعم. صح. طبعاً مكتب اقتصاد الوزارة وفائدة الأحزاب من هاي الوزارة، وبالتالي الوزير مهم معيش يعني. وأنا حتى الطباعة مال الكتب مال هذه احنا حتى لا تحرق لي اياها. الجامعات الأهلية، الروضة الأهلية، مدارس الأهلية، المتوسطة الأهلية، كلها طبعا انفتحت الحقيقة لأن الناس بدأت تتوجه لهذا القطاع الخاص، والحكومة طبعا هذا توجه فتحت القطاع الخاص على مصراعي في أكثر من جانب الحقيقة. وهذا الجانب يعني مهم أيضا، فتحت فرصة لبناء المدارس والجامعات والكليات. اعتقد يعني العوائل تضطر انه تبعث اولادها الى جامعات اهليه اكثر من سبب. اولا مثل على سبيل المثال اذا معدل عالي وكان يطمح صيدله او طب او هندسه وما يحصلها بالحكومي يروح بالجامعه الاهليه، هذا واحد. بالنسبه على مستوى الثانويه والابتدائيه طبعا الاداء مو بالمستوى المطلوب، واكو عوائل حريصه ان يكون اولادهم ياخذون المعلومه ويكون في مستوى ناضج، وبالتالي حقوا مستقبلهم يذهبون الى مدارس اهلي. بغض النظر على مملوكيه الجامعات والمدارس الى اشخاص يعني تبيض اموال، اشخاص سياسيين او تجار او ما تشابه ذلك. انا سؤالي يتعلق بس هذا اريد الجواب منك بعد الفاصل، اريد الجواب انه هل اسهمت في الارتقاء بالمستوى العلمي ام على العكس من ذلك؟ الاستاذ قاسم الغراوي، الأستاذ محمد حسن السعدي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان الحاجة إلى تعليم جيد جديد، الكاتبة سلمى الزيدي. الحاجة إلى تعليم جديد، الكاتبة سلمى الزيدي. بالنسبة للتعليم الجامعي فهو في مأزق توفير الشهادات التي لا يحتاجها سوق العمل وانعدام مهارات المستقبل الضرورية، لذلك نشهد جيلاً شاباً محبطاً بسبب عدم التوافق المزمن بين المهارات وسوق العمل. إن عدم اكتساب الشباب للمهارات الأساسية والتدريب ذي الصلة الذي يحتاجونه لدخول عالم العمل بثقة أدى إلى نزوع الخريجين إلى الوساطات وشراء الوظائف ورضوخهم لتأثير القوى السياسية الفاسدة التي توفر لهم الوظائف بشروط مجحفة تمس باستقلاليتهم الذاتية وتغذي فيهم الصفات السلبية
في نبذ وكراهية الآخر. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم أستاذ محمد حسن الساعدي. الجامعات الأهلية أغلب مالكيها ساسة أو كيانات سياسية، ألا ترى فيها من أوضح يعني سياسات التمييز على أساس الإمكانية الاقتصادية، بحيث اللي عنده فلوس وغير قادر على أن يطلع معدل ممتاز ممكن يحصل على اختصاص عالي، واللي ما عنده يروح للإنسيابية، والإنسيابية تودي معهد يعني حسب رغبتها، أي نعم، أو بالبصرة أو بالديوانية أو ما إلى طبعا هو هذا يعني هو هذا الفرق بين التعليم في العراق والتعليم في العالم. التعليم في العالم يفتح المجال للطالب بمصرعيه براحتك، وأنت تختار ما أنت تحبه. بالعراق لا، الانسيابية هي من تضغط عليك وهي اللي توديك بالشأن اللي هي تريده. لذلك المدارس الأهلية طبعا هي سلاح ذو حدين بالمناسبة، يعني هي أصبحت متنفس للي يرغب في أن يتعلم أشياء هو ما يريدها، هو يرغبته في تعليم مثلا يرغب غير الطب أو غير الهندسة، طبعا أصحاب الدرجات العالية يرغب بتعليم أو يرغب بمكان غير اللي يريد غير الموجود، في حال بالحكومات يضغطون عليه حتى تذهب لهذا الشيء. لا، المدارس الأهلية تركت هذا المجال إلى ليختار ما يريد هو، بالتالي هي سلاح ذو حدين. يعني هي حاصرت التعليم الحكومي، حصرته في زاوية وخلته يضعف شيئا فشيئا، وأصبح اليوم ضعيف جدا قبالة التعليم الأهلي. ثانيا نرى أنه هناك نوع من أنواع الضغط باتجاه جرجرة التعليم للاستثمار، وهذا هي الكارثة. الاستثمار من وراء أكيد بالتالي خطط لمحاولة جرجرة إبعاد الدولة عن تعليم وتهيئة أجيال جديدة. يعني تعتقد الدولة أنه هذه نتاج سياسات مفروضة، لو هذه أصلاً أنا أعتقد العقل العراقي أنتج هذا؟ لا أعتقد، لا هي مفروضة لأنها ما كانت موجودة. يعني طيب، لو كانت موجودة لو كنا يعني هذا الشيء اللي جاء محاولة بناء أجيال غير الأجيال اللي تبنيها الدولة. نعم. وإبعاد الدولة عن أي مسؤولية تجاه بناء أجيال جديدة. بالتالي اليوم إفراغ الدولة من مؤسسات التعليمية، من مؤسسات التربوية، جعلها عبارة عن صماء، وفعلا هي صماء لا يقوم لها دور، لا وزارة التربية ولا وزارة التعليم العالي ما لها دور سوى توقيع أوراق وأوامر إدارية يومية، وتذهب كتابنا وكتابكم ولا شيء سوى ذلك. لم نرى خروج أساتذة أكفاء للتدريس، لم نرى هناك دورات خرجت من العالم انه هذول دوره عراقيه خرجت. كيف تستمر الدوله وهي تشاهد طلاب يعني يلجؤون للانسيابيه، وبالتالي تكون حصته معهد اداره في الانبار او معهد المشكله كذا في المحافظات، والذي يمتلك المال يتخير هو الاختصاص، هو هذا جرجره محاول افراغ دون ان تقدم يد المساعده للطالب الفقير. نعم، هي هاي محاوله افراغ الدوله من محتواها التعليمي، إفراغ المؤسسات التعليمية التربوية من الكوادر المهمة واللي يحتاجها البلد، وهذا شيء بأجندة وبيعني أبعاد خطيرة جدا لمحاولة تجهيل المجتمع وتجهيل المؤسسات التربوية. أستاذ قاسم، باعتقادك شنو تأثير الاضطرابات السياسية على العملية التربوية؟ احنا عاصرنا يسموها هذه مكافحة الدوام، اي 2019 مال مكافحة الدوام، اي وكانت المكافحة منصبة على المدارس، يعني يجون على المدرسة ماكو وطن ماكو دولة. انعكاسات هذه على العملية التربوية؟ اي طبعا تذكرون يعني من ضمن الشعارات السياسي هنا. نعم يعني ترغب في الحديث عن نعم الله يسلمك سياسة. يعني تذكرون حضراتكم مظاهرات تشرين، احنا قلنا يعني مكررين اكثر من مرة بقناتكم وغير قنواتكم، بدت يعني بدرة الاعتراضات او المظاهرات باشتراط شروط او مطالب كذا، لكنها تحورت بعدين. من ضمن الشعارات اللي رفعوها ماكو وطن ماكو دوام، نعم، بحيث حاصروا المدارس، يغلقون البيبان، ممنوع الدوام، الجامعات غلقت المدارس المتوسطه الابتدائيه الحقيقه، وهذا يعني واضح جدا يعني هناك تاثير خارجي للتاثير على سير العمليه التربويه، وبالتالي التاثير على الطلاب بدوام المدارس والحصول على العلم، وبالتالي الامتحانات وانتقال الى مرحله اخرى تكمال مشوار التعليم. طبعا العامل السياسي أثر الحقيقة ليس في جانب التعليم فقط، وأثر في جانب الحياة بصورة عامة. يعني احنا تطرقنا للجامعات الأهلية على سبيل المثال، نعم، أيضا مستشفيات
الأهلية والحكومية تشبهها بالضبط. بالضبط. أنا هذا سبب سؤالي السابق. هو يعني هذا نفسه. هو الاتجاه بالمجتمع، الاتجاه بالاقتصاد إلى اقتصاديات السوق، وهذا ربما واحدة من ربما أوضح تجلياته هو في الجانب الخدماتي ومنها التعليم. نعم، هو الحقيقة الحكومة تغيرت أكثر من مرة، يعني تحولت إلى اقتصاد السوق الحر، بعدين نعم. تحولت إلى قطاع يعني الاشتراكي. تخليص الدولة من مسؤولياتها. بالضبط، هو شوية شوية الحقيقة حتى تتخلص من مسؤوليتها ومن عبء المصاريف وتحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه المجتمع، يعني تتحول تواجه مشاكل تحول لاقتصاد السوق الحر، تواجه مشاكل تحول للاشتراك، تواجه مشترك تحول. يعني الحقيقه هي المفروض هناك دراسه ودراسه استراتيجيه ومشاركه القطاع الخاص لا بس مع الحكومي ضمن اسهم ورؤوس اموال معينه، ولكن تاثيره يكون ايجابي على المجتمع باتجاه يعني التخلص من تاثيرات السلبيه الواقع العام، تاثيرات سلبيه على المجتمع العراقي، ومنها طبعا التعليم. الحقيقه التعليم هو مر بمطبات كثيره ولم خلال الفترة 19 عام لم ينهض من مستوى اللي نطمح له الحقيقة، سواء على مستوى الجامعات أو مستوى المدارس الابتدائية. أنت أشرت إلى محاولة تخليص الوزارات من عبء الميزانيات الثقيلة، لكن الواقع أن الميزانيات ما ترصد للوزارات وتهلك دون أن تحدث قفزة في الجانب العملياتي، يعني الجانب العلمي مثلا ما شهدنا قفزة، بس دائما نشهد قفزات بالميزانيات. نعم، هو قفزاتك واختصاص للوزارات تقوم بهذه المهمة. لكن تلاحظ على سبيل المثال، تذكر حضرتك أستاذ محمد فلشو 2000 مدرسة بس في بغداد فقط، يعني يمنى أكثر 3 مدارس قاع، واللي تتفلش ما تنبني. الأموال المرصودة لبناء المدارس وينها؟ إذا معناته نرتبط بالسياسي مثل تفضل أستاذ محمد، والاموال والفساد محاولة تجهيل المجتمع. طبعا تدمير تجهيل وتدمير المجتمع. وحتى هسه يعني نرى اطفال بعمر مثل 8 9 10 11 عايشين مدارس حتى يشتغلون او يسترزقون او يعني يحاول يعيل. هاي كلها نتائج السياسه في البلد على المجتمع، وبالتالي تاثيرها على سير عملهم وحياتهم الطبيعيه. استاذ محمد، احنا باطلاعاتنا بقراءاتنا فيما يتعلق بالعلوم السياسية وعلم الاستراتيجية وجدنا أن هناك عدد كبير من المنظرين، كبار المنظرين الأمريكان الذين يعيبون على الأمريكان وعلى الدول المتقدمة أنهم فسحوا المجال للتعليم في الدول المتخلفة التي يطلقون عليها بالدول النامية. يعيبون عليهم أنهم فتحوا الباب للتعليم حتى باتوا يؤشرون مؤاخذات أن التعليم قفز في منطقة الشرق الأوسط مثلا، هم يسموها الشرق الأوسط غرب آسيا، من 3% إلى 51% إلى 52%، ويعتبرون ذلك عيب. طيب، الآن هناك قفزات كبيرة ومتسارعة في موضوع التعاطي العلمي، هل ترى في جهود وزارة التعليم العالي مواكبة لهذه القفزات العلمية الهائلة؟ طبعاً يفترض أنه تكون هناك أتمتة أو أي شيء مع الجامعات على الأقل الإقليمية، سمعنا ما نريد الجامعات الأوروبية والعالمية، على الأقل تكون الجامعات الإماراتية، جامعات المصرية، جامعات هذا، حتى هذا لم يحصل. الجامعات الإيرانية دعت كذا مرة للتوامة مثلاً، شقد دعوات جت من الجامعات الإيرانية، وهي جامعات مرموقة وعالمية ولها يعني لها مستويات من مرتبات العالم. بالتالي ليش ما ينفتح المجال للعراقيين؟ خلينا ناخذ مقارنة بين أستاذ الستينات والخمسينات وحتى يمكن السبعينات، وبين أستاذ الألفينات وألفين واحد وألفين وعشر وألفين وعشرين. أكو خلاء أو فارق جدا كبير بين هذا الأستاذ وبين هذا الأستاذ. هذا تربى وتعلم وكان التعليم على مستوى في العراق، لكن هذا لا، ما تعلم على مستوى عالي من العلم. ليش؟ لأنه محاولة لإفراغ هذا البلد من أي مستوى علمي، من أي من كادر علمي، كل المستويات العلمية وكوادرها محاولة إفراخها. لذلك اليوم نجد أن حتى الدول المحيطة بنا من تباوع على التعليم مالتها تجد متقدم. هسه أنا ما أقول ممتاز، لا، جيد جدا. كل الدول مستقطبة الشخصيات العراقية في كافة المستويات، ونلاحظ الأساتذة. أنا جاي أقول هسه أستاذ، لاحظ الأساتذة هم وين يدرسون؟ يدرسون بجامعات طهران، جامعة دمشق، جامعة الإمارات، كلهم يدرسون. ليش إذن ما محاولة إحداث قفزة في داخل التعليم داخل البلاد؟ هذا هو السؤال المهم. هذا يؤدي إلى أنه أكو فد أجندات تحاول
إفراغ البلاد من هذه الكوادر. طبعا هو معلوم لدى القوى العالمية والقوى الاستكبار العالمي أنك إذا أردت أن تسيطر على يعني عالم أو مجتمع ازرع الجهل به، ازرع الجهل به وفرقه. هندسة الجهل نظرية وفرقه، نظرية أمريكية هندسة الجهل، فرق تسد فتكون سائد على الجهل. أستاذ قاسم، تعتقد أن جامعاتنا العراقية تصنع متخرج قادر على أن يدير بلد، على أن يعالج مشاكل المجتمع؟ والحقيقة مثل ما تفضلنا بالبداية، المسؤولية يتحملها الدولة والإنسان أو الطالب واللي هو جزء من منظومة التعليم. يعني احنا قلنا الإدارة والبنى التحتية والأدوات اللي هو الأستاذ والطالب، إذا كان حريص الطالب. أكو هواي طلاب أذكياء وجابوا معدلات كلش عالية، وأعتقد نعرفهم شخصياً، أنت تعرف وحضرة الأستاذ محمد أمن يعرف، الحقيقة قدروا يجيبوا المعدلات، هم أذكياء كانوا يطلعون مجموع عالي. إذن هناك طلاب يعني على مستوى قادرين أن يكون قادة في المستقبل، وهو يمتهنون أو يصلون إلى ما يطمحون له بالاختصاص، سواء طب أو هندسة أو اختصاصات أخرى في عالم الاتصالات أو ما شابه ذلك. بدليل يعني كانت في زمن المالكي اللجنة العليا للتعليم الأوائل ممكن يطلعون خارج البلد إلى بريطانيا إلى أمريكا. مهم جداً أنه يعني تخلق قاعدة من قادة علميين ومهنيين، بالتالي يخرجون من أفخم الجامعات العلمية العالمية لبريطانيا كندا وأمريكا وفرنسا، ويرجعون للعراق يقودون. سماحة الشيخ أمام حمودي في بيانه أشار إلى ظاهرتين مهمتين، اللي هو الأولى مطالبة وزارة التربية بإيجاد المعالجات الضرورية لعملية التسرب، تسرب طلاب المدارس، وأيضا تهيئة مناخات تعليمية مناسبة وناهضة. شلون تعلق على؟ يعني هو طبعا هو نقطة مهمة جدا، واعتقد لأنه يعني يبدو اكو تلازم بين المناخ وبين ظاهرة التسرب. هذا الطفل او الطالب لو وجد مناخا تعليميا او بيئة صحيحة لما تسرب، بالإضافة الى ضوابط طبعا الى البنى التحتية، يعني ليست في المستوى المطلوب. اذا حسب ما كتبت السيدة نور الأسدي، يعني اذا 50 طالب يقعدون بصف واحد ورحلات مكسرة. سلمى الزيدي، نور عباس الأسدي، أول مرة طرقت إلى نقطة أن الطلاب 40 إلى 50 طالب في يعني في صف وصبورة يعني متمام، والأجواء جام مكسر، والأرضية متمام. هذا واحد، هذا طريقة واحد. البنى التحتية ضوابط أيضا، طيب الأداء التعليمي بالنسبة للأساتذة والمعلمين في إيصال المعلومة وخلق أجواء تشد الطالب ويرغب انه يحضر دائما بدون ما يخاف، ويبقى يتسرب ويخرج برا بدون معرفه اهله او الاداره. طبعا لازم هناك تنسيق بين الاسر وبين الادارات، هناك يعني معالج نفسي. وإليه سماحه الشيخ الدكتور امام حمودي في بيانه، الاستاذ قاسم الغضاوي والاستاذ محمد حسن الساعدي. انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا اخر من مقال حمل الحاجه الى ما المطلوب من الدولة لمعالجة مشكلات التعليم، الكاتبة جدل فاضل الصحاب. ما المطلوب من الدولة لمعالجة مشكلات التعليم، الكاتبة جدل فاضل الصحاب. ما هو مطلوب من الدولة والحكومة وبصورة عاجلة هو معالجة الأزمة التي يمر بها النظام التعليمي موضوعيا، فالأسباب واضحة والمعالجة واضحة، لتكون نتيجة هذه المعالجة برنامجاً إصلاحياً شاملاً من خلال الوقوف عند جوانب ومسببات هذه الأزمة، وباعتبار هذه المعالجة موضوعاً اجتماعياً وسياسياً يهم مستقبل العراقيين ومستقبل تقدم العراق بشكل عام، خطوتان إيجابيتان قد يؤدي انتهاجهما إلى التخلص من كثير من مشكلات التعليم وإلى مستقبل أفضل، ألا وهما التخلص من الفاسدين أولاً وثم الاستثمار في التعليم. مرحباً بكم مرة أخرى وأخرى، كما أجد الترحيب بضيوفي الأكاديمي. أستاذ محمد، الكاتبة جدل فاضل الصحاف تقول في العراق يتم إضفاء الطابع المؤسساتي على الفساد،
في التعليم بحيث أصبح هو القاعدة، في حين أن العناصر المارقة في البلدان الأخرى تشارك بالفساد على المستوى الفردي وبطرق سرية للغاية. عندنا ربما موضوعة طباعة المنهج الدراسية يوم بالأردن يوم كذا يوم، وطبعا بالمقابل أكو مطابع عراقية تعرض خدمات أفضل وأسعار أقل، لكن يصر على أن يؤتى بها من الأردن أو غيره. لا وتطلع يعني تطلع هذه تطبع في الأردن أو في الإمارات تطلع من هاي المطبعة النائب البرلماني. شوف شلون الملاطفة أو الملازمة الحلوة. أو مشارك فيها. أو مشارك أو لا سوم. إيه بالتالي يعني اليوم عندنا مطابع إحنا مهمة، عندنا مطابع العتبات. مطابع أولاً حديثة وراقية وثانياً. اليوم شاهدنا دعوة من قبل العتبة العلوية لطبع كل الكتب بس محافظة النجف وجهت ومجانا. اليوم هاي البارحة أو البارحة دعوة من قبل العتبة العلوية لطبع كتب محافظة النجف حصلت. بالتالي خلينا نستعين بهذه المطابع الهائلة وهي مطابع على مستوى عالي. إذن هناك شنو محاولة مثل ما قلنا من تدخل القصة تدخل بها سياسة خربت أو الفساد أو الفساد السياسي أنا أسميه. هي الكاتبة جزاها الله خير تقول يتم إضفاء الطابع المؤسساتي على الفساد. أحسنت بأي طريقة كانت من خلال المطابع. الطابع الشرعي. نعم. أحسنت. نعم. إيه؟ اعتبارنا نطبع كتب إحنا. نطبع كتب إحنا وإحنا نطبعها برا شوية أفضل وأكثر متانة وأكثر كذا، في حين هي ممكن تنطبع حتى هنا في المتنبي ممكن تنطبع ومنتباوع على يعني كتاب بمواصفاته مع مواصفات كتاب ينطبع في فلسطين، هذه فلسطين دولة فلسطين. نجدها من فلسطين بعشر مستويات أعلى من هذه المواصفات. رغم ذلك يعني أنا شايف الكتب الفلسطينية حقيقة ومع الكتب العراقية هذه الكتب العراقية لا شيء. منهاج العراقي لا شيء. هذا النقطة. النقطة الثانية المهمة هو أصل المنهاج، هو المنهاج عبارة عن منهاج كسول متخلف قديم وده يتغير همنا كل سنة يتغير وما تعرف شنو هو هذا الطالب مين يجي على منهاج هذه السنة السنة القادمة يدخل شيء جديد هذا ما يقدر على هو الأول غير مواكب لا يمكن أن يكون مواكب في ست أشهر يلا هضمه إنه بيجي على ثاني مرة ثانية. بالتالي في قضية صعبة يدخلون الطالب في متاهات من خلال مناهج على أفكارهم هم وهذا مو صحيح. زي أستاذ محمد يعني ينزلون منهج جديد علمي صف رابع يبدأ التقسيم علمي احيائي وعلمي تطبيقي وبعدين لا خلينا نلغيهن وطبعا هاي لكل وحده مناهج وبعدين نلغيها وبعدين نسوي مناهج اخرى هذه الحلقه هذه من يوقع بها من يوقع بها غير الطالب طبعا بذكر الطالب والمال اي نعم نعم المال يعني بعد اذنك يا استاذ يعني طباعه مناهج الاحيائي طباعه مناهج التطبيق اي نعم نلغيهن طباعه مناهج العلمي نلغيها وباكر كل يوم أبو فيلم. حتى الصبورات الرحلات اليوم برداءة حتى الرحلة رديئة جدا ما يقدر البني آدم يقعد على هاي الرحلة في سبيل هي عمرها يمكن 3 أشهر تخرب تتفلش ولازم يكون نسوي من جديد وهكذا أموال وبأموال طائلة مثل ما قلنا يعني مدرسة ب 800 مليون دينار عراقي عادة تنبني ليش انقفزت إلى مليارين خصوصا المطابع طبعا انا زرت الحقيقه مطبعه الكهيل زرتها من ارقى المطبعات اللي تنافس الشرق الاوسط مواصفات وطبعا كان حديثه من ارقى المحابر الحبر وارقى الورق وقال ما يقبلون يطبعون يمنا بدون رشوه او بدون نسبه لهم والله العظيم راونا يعني الطبع مالتهم فشي يعني وحتى الدفاتر على مستوى رخيصه جدا على مستوى انطانا دفتر قال شوفوا بالمئه قلنا ليش قاعد يكلف ربع يقول ما تجي الوزاره ما تجي يقول يعني يقول ب 400 مليار يطبعون انا خلي استثمر بالاردن جنابكم بالاردن 400 مليار هذا يقول بيسمى يقدم ساسة كبار بل ان بعضهم قاده ثبت انهم من حملت الشهادات المزوره وبالتالي تدينه المحكمه لكن يصدر عفو بحقهم لا الفساد شلون بعد خلي اكون بعد اذنك يعني اعرض لك الموضوع يصدر عفو الكارثه الكبرى أن بصدور العفو أيضاً يتم اعتماد شهاداتهم يعني ما أعرف بس إحنا شلون نعالج أوضاع فساد في ظل هكذا ممارسات وهسه غالبية الحقيقة البرلمانية دام لاحظين وحتى لو مخلص الإعدادية من حقه طبعاً واحد يرشح دام مخلص إعدادية نعم. 4 سنوات هو مخلص البكالوريوس وراء 2 يعني والغالبية عن طريق أونلاين على سواء بلبنان سواء
هذه هم كارثة، هاي هم كارثة. طبعا لغة آخر شيء اللغة اللبنانية، اللبنانية 1200 يمكن أعتقد 1200 طالب، طالب درجات لغتهم قام يدفع فلوس أونلاين ويحصل شهادة ماجستير ودكتوراه. يعني هذا سال قاسم سال التعليم يعني بالعراق هو يفوز بعضوية البرلمان، يعني مخلص سادس أو مخلص بكالوريوس ويا نهاية دورته يا دكتوراه دكتور دكتور زي، مع أن القانون لا يسمح له بالحصول على شهادة أثناء الدوام. إيه بس عندهم يسمح. طيب. لأن القوانين مفصلة على مقاساتهم. يعني غالبية التجاوزات على القوانين ممكن تطبق على الفقراء والناس الوسطاء. يعني لو موظف بدائرة ويريد يكمل دراسة ما يقبلون. بالضبط. بيطلب تفريغ. يعني بس أنت تخلص فترة 4 سنوات تشوف كذا برلماني حصل الدكتوراه يناقش دكتوراه أو محصل الماجستير. طيب ليش ما ينطبق عليكم ينطبق على ما معقولة هذه؟ إذن الحقيقة هناك ازدواجية في تطبيق معايير القانون اللي يخص المجتمع بصورة عامة، اللي ينطبق على المجتمع ما ينطبق على البرلمان، ينطبق على البرلمان ما ينطبق على المجتمع. هذا طبعا إساءة. هو سياسي ليش يسأل الحصول على دراسة؟ ألا يكفيه يعني ما فيه من هم العمل السياسي؟ لا طبعا هو لو شو يسوي بهالشهادة؟ لا هو هو يعني غالبية الحقيقة اللي يصعدوا سواء البرلمان هناك امتيازات، هناك جواز دبلوماسي، هناك نترية، هناك شقة، هناك سيارة، هناك حماية. يعني ما تكفي وصفنا. ما تكفي هذا طبعا. وهو لو كان فعلا يعني غالبية، يعني لازم نقول غالي نسبة، بس اكو ناس وطنيين حقيقة يطالبون، يعني يطالبون بحق الشعب او ما شابه ذاك، ولكن اكو نسبة كبيرة الحقيقة هي صاعدة للبرلمان حتحقق مآربها وبالتالي تحقق يعني شهادة عليا، مبالغ من المال، تحصل على مشاريع طبعا، مكاتب اقتصادية تنسق ويا الوزارات، تعين مقابل أموال، وطبعا مطروحة أنا مدى أتهم أشخاص معين بس مطروحة كذا دفتر موجودة كذا موجودة طبعا صحيح. مشكلة أستاذ محمد، أكو ظاهرة انتشرت بشكل يعني ملفت للنظر اللي هي وجود معاهد التدريس خارج المدرسة. يعني أنت تودي ابنك للمدرسة والمدرسة لا تنهض بأداء واجباتها أبدا بالشكل اللي ما يتناسب مع العائلة، ما لما ما عدها مبرر ما عدها يعني، ولذلك يعول العوائل على أن يعول الطالب على أن أهله عائلته يودوه للمعهد، والمعهد يأخذ أرقام فلكية صح. يعني عن ملايين. عن الدرس الواحد 1.5 مليون أنا أسمع واحد من الأساتذة يأخذ 1.5 مليون على الطالب الواحد، ولما تيجي للصف ماله تلقاه فد 100-150 طالب. زين هذا المدرس نفسه الصبح يدرس في مدرسة والعصر يجيب له نفس. هذا ألا يدل بشكل قطعي على وجود فساد، أن هذا المدرس حين يذهب لإعطاء درسه بالمدرسة يعني ليس بالطبيعة التي يدرس فيها في المعهد؟ طبعا هو هذا يشترك به الفساد هم من الحكومة ولنفس المدرسة وإدارة المدرسة لعدم وجود ضوابط رادعة. لو كان أكو ضغط ومتابعة قبل، إحنا نتذكر في فترة نسمع من أهلنا في فترة السبعينات كانت أكو متابعة للأستاذ، وإذا مقصر في عمله في دراسته يسألون عنه، يسألون عنه الطلاب ويسوون استقصاء ويسوون متابعة، وإذا قصر يحاسبونه ويطردوه. الآن لا، الآن اليوم الإدارة تدور ما لا تحصتها، والأستاذ يدور حصته، والمعاون يدور حصته، والتربية تدور حصته، فهذه تدخل ضمن دائرة الفساد. العائلة فساد مهن. مهني العائلة ما عتها شو سوين تروح أولادها تنجحهم ما عتهم ما عتهم. أكو عوائل فقيرة حقيقة، أنا أعرف يعني عوائل فقيرة اضطرت أنه تضغط على أنفسها بالمعيشة من أجل أنه تعدل لها توفر مبلغ، أي توفر مبلغ الواحد من أولادها، مو الكل واحد من أولادها بلكي تقدمها في التعليم. هذه مسؤولية، مسؤولية شرعية وقانونية على أنا أتذكر أستاذ محمد، أتذكر أنه الدولة العراقية في قوانينها لا تسمح للموظف بمزاولة عمل آخر بعد نعم الدوام. أي نعم أي. طيب ليش ما تضع ضوابط جادة وحازمة وصارمة أزاء المدرسين الذين لا يتعاملون مع درسهم بالمدارس بشكل جدي كما هو الحال في تعاملهم بالمعاهد اللي ينطون بها؟ هذا استاذ على هذا القانون رادعة هذا القانون بالمناسبة نافذ، هو مو ملغي ملغي نعم. لكن عندنا احنا مشكلة الأجندات السياسية والأجندات الحزبية. الأجندة السياسية أنا أقول لك هسه نجي على وزارة التربية مثلا كمثال أرجوه، يعني وزارة التربية أو أي وزارة نفس الوزارة، الوزير حصة والوكيل حصة والوكيل الثاني حصة والمدراء العامين كل واحد حصة حصة. يعني أبو تربية كرخ حصص لكل الأحزاب، أو والرصافة كذلك حصص لكل الأحزاب. بالتالي هذا من يجي شي يدور
يدور مصالح حزبه ومصالح اتباعه، بحيث صدقني وانا احكي بدون مبالغه، المراجع اللي يجي يعرف هذا يكون منين، يعرف هذا منين، هذا هل هو تابع له يهتم بشغلته، ما تابع له لا يشمر حاله حال المراجعين الاعتياديين وتمشي القصه. هذا هو جزء من الفساد السياسي اللي ابتلى به العراق وابتلت به مؤسسات العراق. بالتالي ما ممكن اليوم النهوض بهذا القصه اذا لم تكن هناك، نرجع الى قضيه المحاسبه والمتابعه والمحاسبه. اكو لازم لجان خاصه تتابع الاستاذ. هل يؤمل ان نجد حكومه تتعامل بصرامه على المستوى القريب؟ لا اعتقد ذلك. على المستوى القريب حتى على مستوى تشكيل الحكومه القريبه؟ لا اعتقد ذلك. المساله والله التركه صعبه والله، وهي فساد وفساد هائل جدا كبير، يحتاج الى هدم الهرم وبناء من جديد. هذا شلون تهدمه؟ اذا دعني انتقل للاستاذ قاسم الغراوي. استاذ قاسم، جامعاتنا كل سنه تخرج الاف من الطلبه محكوم عليهم بالعطاله بالبطالة. فكأنما جامعاتنا تخرج جيوش من العاطلين عن العمل. طالب يتخرج وهو مليء بالطموحات ويصطدم بالبطالة، ما عنده فلوس كروة يروح بها لأي مكان آخر. ألا تعتقد بأن هذا أحد عوامل عدم التعامل بجدية مع دراسة يعني بدقيقة لو سمحت؟ طبعا، يعني الحقيقة احنا قلنا اي مشروع حتى الدولة يعني حتى تنجح واجباتها مفترض يكون هناك تخطيط، هناك دراسة، هناك إدارة صحيحة، هناك رأس المال، كل الشروط مفترض متوفرة حتى انجح بمشروعي. يعني حتى الدراسات العليا على سبيل المثال قبل كان يتنافسون 20 واحد على 3 مقاعد مثلا. صحيح. بس 3 مقاعد، حتى خرج الماجستير 3 من الهندسة، هسه يقبلون 20، دكتوره يقبلون 15، الكذا يقبل ماكو هيجي، فاكو يعني تخريج دفعات بس بدون وظائف. اذا ماكو تخطيط، المفروض اكو تخطيط، اكو دوائر، اكو مؤسسات، اكو معامل تستوعبهم حتى وان كانت الدوله مرتبه حالها والقطاع الخاص، ونشاط القطاع الخاص هذا تستوعب الدول الخارجيه. يعني تنظم القطاع الخاص حتى لا تتكفل به. حتى البحوث، بحوث الماجستير والدكتوراه، البحوث هزيله. هزيله طبعا. هزيله لا طبعاً. ترقى الى مستوى ان تكون دكتور. طبعا ليش؟ لان العلاقه الموجوده بين الاستاذ والطالب ربما يعني تبنى على مصالح خاصه وعلاقات شخصيه. نعم 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 كذا. بس للاسف بس نقطه واحده. صحيح تطرقنا الى سلبيات كثيره بالتربيه والتعليم، ولكن المفترض هم نتذكر اكو ناس وشخصيات. نعم اكو هناك يعني شخصيات اعرف، معلمين، مدرسين، اساتذه، نعم ناس مهنيين واخلاق مهنيه وانسانيه وامور رسالتهم صوره صحيحه. الغراوي الاستاذ محمد حسن سعد، حياكم الله. مرحبا لكم، كنتما ضيفين كريمين. ايها الاحبه، معد البرنامج كتب الخاتمه التاليه: غياب فلسفه تعليم واضحه وحصر الهدف بخلق موظفين فقط من الجامعه جهاز خامل تابع لمتطلبات الدولة وليس مؤسسات مستقلة تقود وتبني الرأي وتقدم حلولا لمشاكل العراق من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو العلمية البحتة. غياب فلسفة التعليم أفرغها من مهمتها الأساسية في قيادة مركز البحث العلمي وتقديم المشورة والحلول لدوائر الدولة والقطاع الخاص، وحولها إلى ماكينة لتفريخ حملة شهادات عاطلين. دمتم بخير على أمل فلسفة تعليم وتربية رصينة تصنع مستقبلا زاهرا للعراق. دمتم في أمان الله.